التزمت الجزائر منذ عدة سنوات بتطبيق سياسة انتقال طاقوية تهدف في آن واحد إلى ضمان أمن الطاقة من خلال اللجوء إلى تنويع مواردها الطاقوية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. تشارك الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء في الاستراتيجية الوطنية لتأمين الطاقة واحترام البيئة من خلال البرنامج الوطني الممتد إلى أفاق 2030، والذي يتمحور حول إنشاء 14 محطة تعمل بالدورة المركبة للحصول على قوة إضافية تقدر بحوالي 20,000 ميجاوات، والذي يهدف إلى توفير أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 240 مليار دينار، ما يوافق 2 مليار دولار أمريكي، وكذلك تخفيض 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. تعد انخرطت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء في هذه السياسة باعتبارها المتعامل التاريخي في مجال إنتاج الكهرباء. قبل إنشائها كفرع، تولى التكفل بهذا النشاط القاعدي مديرية تابعة لصون الغاز، مهمتها إنتاج الكهرباء، وذلك قبل أن يتم فصل نشاط الإنتاج عن نشاط النقل وحركة الطاقة. في الواقع، عرفت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء عدة تحولات 1969-1997، المديرية السابقة لإنتاج ونقل الكهرباء 1998-2003، إنشاء مديرية إنتاج الكهرباء بعد إعادة هيكلة مديرية الإنتاج ونقل الكهرباء بفصل نشاط الإنتاج عن النقل وحركة الطاقة 2004، إنشاء الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء 2007، إنشاء تنظيم جديد للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء يتشكل من 4 أقطاب: قطب وسط، قطب شرق، قطب غرب، وقطب ديزل، بالإضافة إلى إنشاء وحدات جديدة. 2009، تغيير اسم الشركة لتصبح الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء. 2013، إنشاء من طرف صون الغاز فرعاً لإنتاج الكهرباء يشرف على الشبكات الجنوبية المعزولة والطاقات المتجددة من خلال تقسيم الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء. التنظيم المعتمد حالياً من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء يجعلها تتكون من 3 أقطاب: وسط ومقره العاصمة الجزائر، شرق بعنابة، وغرب بوهران. وفي آفاق 2020 سيتم إنشاء قطب آخر يسمى القطب الجنوبي على مستوى حاسم سعود. تطور إنتاج الكهرباء بشكل معتبر على مدار 50 عاماً الماضية، فمن 626 ميجاوات في عام 1969 وصل بحلول نهاية عام 2018 إلى 13,293 ميجاوات، وسيبلغ 30,000 ميجاوات بحلول عام 2030، أي بزيادة سنوية تقدر ب 6.8%. هذه الطاقة موزعة على 63 محطة لإنتاج الكهرباء من نوع توربينات هيدروليكية، توربينات بخارية، توربينات غازية، ومحطات تعمل بنظام الدورة المركبة. منذ إنشائها، فرضت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء نفسها كمتعامل رئيسي في سوق إنتاج الكهرباء. على مدار 15 عاماً الماضية، دعمت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجزائر من خلال السعي المستمر لتلبية الحاجيات من الطاقة الكهربائية للصناعات، للجماعات، وللسكان، مع مجيء المنتجين الآخرين الذين يملكون 25% من الطاقة الموفرة. تبقى الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء هي الضامن لأمن شبكة الكهرباء من خلال إنتاج 50% من الطاقة السنوية وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك الاحتياطي النظام الكهربائي الوطني المترابط. لقد سطرت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء برنامجاً طموحاً لتنمية وسائلها للإنتاج وتحسينها، وهو البرنامج الذي ينقسم إلى محورين اثنين، وهما صيانة وإعادة تأهيل الحاضرة الموجودة، وذلك من خلال حيازة وسيلة الصيانة، الرفع من قدرات الإنتاج
الإنتاج من خلال إنجاز العديد من محطات إنتاج الكهرباء، مع إدخال في كل مرة التكنولوجيات الجديدة مثل الدورة المركبة التي تمثل مستوى قدرة وقوة أكثر أهمية وأكثر اقتصاداً وأقل تلويثاً للبيئة. قامت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء منذ عام 2004 بتشغيل 34 محطة لتوليد الكهرباء بطاقة تفوق 9800 ميجاوات بتكلفة استثمار بلغت 641 مليار دينار، أي ما يعادل 6 ملايير دولار أمريكي. يتعلق الأمر إذن بتشغيل 41 توربينة غازية ثابتة موزعة على 16 محطة إنتاج كهرباء جديدة بإجمالي قدره يصل إلى 5670 ميجاوات، تشغيل 66 توربينة غاز متنقلة موزعة على 17 محطة إنتاج كهرباء جديدة بإجمالي طاقة يصل إلى 2000 ميجاوات. بالإضافة إلى تشغيل المحطتين الأوليين من نوعهما، تعملان بالدورة المركبة في كل من رأس جنات 1131 ميجاوات وعين أرنات 1015 ميجاوات بإجمالي طاقة من الدورة المركبة يقدر ب 2146 ميجاوات ابتداء من عام 2019. وفي آفاق 2023 سيتم تشغيل 6 محطات إضافية لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة بقدرة إضافية تبلغ 7877 ميجاوات موزعة بالتساوي على جميع مناطق الوطن. قايس في خنشلة 1266 ميجاوات، أوماش في بسكرة 1338 ميجاوات، بلارة في جيجل 1398 ميجاوات، مشرية في نعامة 1163 ميجاوات، عين والسارة في الجلفة 1262 ميجاوات، وسوناغتر في مستغانم 1450 ميجاوات. ضمانت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء موثوقية أفضل لوسائل الإنتاج مع معدل توفر إجمالي يتجاوز 90% في عام 2018، وسوف يشهد هذا الأخير تحسناً ملحوظاً إلى 93% في عام 2023 مع تجديد حظيرتها للإنتاج وفقاً للمعايير الدولية. أما من جهة الاستهلاك المحدد، تجربة الحظيرة فسيتعدى من 2.845 حرارية لكل كيلووات ساعي لعام 2018 إلى 2.404 حرارية لكل كيلووات ساعي في عام 2023، لتصل إلى 2.03 حرارية لكل كيلووات ساعي في عام 2030 بعد دخول حيز الخدمة المحطات الكهربائية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، مما سيسمح بتوفير 10 مليارات متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 240 مليار دينار، ما يوافق 2 مليار دولار أمريكي. تميز عام 2018 بإدخال مفهوم الصيانة التنبؤية للتكفل بالاختلالات التي من المحتمل أن تسبب حوادث لوسائل الإنتاج. لتعزيز موقعها الرائد في مجال إنتاج الكهرباء، تهدف الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء إلى الاستثمار من أجل نمو مستدام مع تحقيق الفعالية الطاقوية المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية، مع السعي للبحث عن شركاء ذوي سمعة لاكتساب الخبرة اللازمة في مجال التشغيل والصيانة بفضل إدماج التقنيات الجديدة مثل أنظمة المعلومات والإنترنت الصناعي. لجأت SPE إلى الحلول الرقمية. كما تعلمون فإن الثورة الرقمية شملت كل المجالات، إذن فهذه الثورة الرقمية قد سمحت لمختلف المتعاملين أن يشتغلوا بكفاءة أكثر. وآخر ثورة عرفها العالم هي حتماً ثورة قواعد البيانات، واللجوء إلى الرقمنة هي الوصول إلى قواعد البيانات وكذلك إدارة المعلومات الأساسية. أي تطوير للأداء، كما تسمح التكنولوجيا الرقمية لSPE أن تتقدم من حيث الفعالية في مجال الصيانة التنبؤية.
يكمن مفتاح هذا النجاح في رأس المال البشري، المصدر الرئيسي للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء. تطور الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء تأثر بشكل رئيسي بنمو حظيرة إنتاج الكهرباء وإعادة الهيكلة التنظيمية. فمن 414 موظفاً في عام 1969 وصل عددهم إلى 5489 موظفاً في عام 2018 خاضعين لنظام عمل خاص. يسار موظفو الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء على ضمان التشغيل والصيانة المستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. لقد وفت الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، وهذا منذ نشأتها، بالالتزامات التي تفرضها مهمة الخدمة العمومية الموكلة لها، كما راهنت خصوصا على تكوين وترقية مواردها البشرية، وذلك من خلال ضمان تسيير متناغم لمسارهم المهني والتوظيف المستمر للمهارات الجديدة، اللذان يشكلان موردا آمنا لضمان استمرارية الشركة في مناخ اجتماعي ملائم محفز ومكافئ. SP معا ننير المستقبل. We'll be right back.